معاك مش مستني صوتك لا اسمعك لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك هو يا ابن بلادي شد الهمة خلوا ولادنا يضلوا بنعمة ايد بايدك الاردن يعمر هن نشامة فالو كلمة بنت بلادي شد الهمة من ربوع الزرقاء الخالدة من لؤلؤة الاردن رحبوا معي في حلقة جديدة بالمهندس وديع خالد الخمايسة هو ركن من أركان دعامات هذا الأردن الفاضل فأهلا وسهلا بك سيدي أهلا وسهلا بكم حياكم الله جميعا المهندس وديع خالد الخمايسي صاحب مجمع مكة بلازا الكائن في الزرقاء شارع 36 وهو مهندس شبكات اختصاص كمبيوتر شبكات أهلا وسهلا بك سيدي أهلا وسهلا بك حياك الله يا أخي بداية سيدي نعرف السادة المشاهدين من هو المهندس وديع خالد الخمايسي وكيف كانت بدايات نشأة حياته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أشكركم أولا لإتاحة الفرصة لنا ولمن معنا في هذا البرنامج لتوصيل بعض الرسائل وبعض الحقائق الموجودة في المجتمع الأردني لتكون لنا فكرة كاملة عن الاستثمار في الأردن رقم واحد وإتاحة الفرص العملية لجميع أبناء الوطن ومن عمل عليها أو من مقبل على العمل في البلد الحبيب الأردن مهندس وديع الخمايسي تعرفنا بداياتك ودراساتك وين كانت انطلاقتك تفضل سيدي حقيقة أنا في بداية الأمر مهندس بسيط جدا ما شاء الله وإن شاء الله أني أكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله سواء كان بلدي الحبيب الأردن أو في على المستوى الاجتماعي من أقارب أو أصدقاء أو معارف مهندس كمبيوتر وشبكات ماجستير في دراسات عليا ماجستير في الكمبيوتر والشبكات نشأت في على مطلع حياتي على صيانة الكمبيوترات والأجهزة الشبكية بعد ذلك طبعا احنا لا يخلو التطور في الموضوع فأي إنسان أو أي شاب طموح أنه يطور من نفسه فبدأت من بعد الصيانة أني أنتقل إلى المشاريع جزء المشاريع في نفس الاختصاص ما شاء الله ولله الحمد وفقت كوظيفة وكعمل كبزنس خاص ما شاء الله مطلع البداية كانت في في المملكة العربية السعودية كموظف في جامعة الملك عبد العزيز موظف جميل. في وكالة الجامعة للمشاريع واكتسبت الخبرة الكافية لأنطلق على الصعيد الشخصي جميل ولله الحمد كان توفيق الله أولا وارد في كل خطوة نخطيها ومن دعاوى الوالدين ودعاوى الإخوان محبة الناس لنا بدأت أستمر في هذا المجال وتم التطوير به لحد ما وصلنا إلى مرحلة حتى يعني صرنا نشتغل في شيء إحنا مالنا فيه مثل مقاولات يعني من أين أتتك فكرة مجمع مكة بلازا الكائن في الزرقاء؟ والله مستشاري الخاص اللي هو والدي الله يخليك الله يحفظه ويحفظ كل والد ووالدة لكل محب هو من بدأ في الأفكار هو من طرح علي الموضوع في البداية وهو من بدأ حتى في البحث وكفكرة طبعا احنا بنتكلم على شارع تجاري وكاستثمار التجاري طبعا يختلف ما احنا كنا في بين ما التجاري والسكني نعم. إيش رأيكم أن لا خلينا في الإسكانات خلينا في هذا فوقع الاختيار على
هذا المجمع كان معروض للبيع تقريبا، يعني كان قدوة لك ومستشار ويدا بيد. نعم هذا الوالد طبعا. احنا انا لما شفت المكان شفته انه في فرصة، المكان كان قديم نعم، وكان طبعا في ممر جانبي يودي على الحي الخلفي، وكان في ثغرات كثيرة، فكفكرة شفتها استثمارية جيدة انك انت تعمل على تطوير هذا المكان. نعم. وما اخفيك امرا، كان في كثير من الملاحظات. انت ايش اللي جابرك انك تاخذ حاجة مثل هذا المكان؟ ليش ما تاخذ حاجة جاهزة؟ ليش ما تاخذ ارض وانت تبنيها؟ ليش ما انت تسوي؟ صحيح. كان في كثير في الهاتف، يعني هذا المكان احنا لو طورنا منه راح يكون، راح يصير. بفضل من الله الان المكان يعتبر رقم واحد على مستوى الشارع وحتى على مستوى الزرقاء الجديدة. وكان في اقبال عليه من جهات حكومية وفي عروض وفي الحمد لله. الحمد لله هي توفيق من الله. فكانت البداية مثل ما ذكرت لك، كانت كان هو الوالد يعني هذا، واحنا كنا طبعا كل ما عندنا لازم نبدأ الان نستثمر في الاردن. ماشي. يعني ما بدنا نظلنا واقفين، ما بدنا نظلنا ناخذ ونحط في خارج الأردن بالذات. لا خلينا نبدأ الآن نحط قدم، كون احنا مغتربين. انا مغترب على الأردن تقريبا اكثر من كل عمري ما فيها يعني، بس من بدأت العمل يعني نتكلم على تقريبا 15 سنة ما شاء الله. فحالة اللحظة انه نحط القدم الاولى في الاردن، وان شاء الله انها بداية خير لنا وللجميع ان شاء الله. رجل الاعمال المهندس وديع خالد الخميسة، ما رأيك بالاستثمار في الاردن وكيف نعمل على تطوير هذا المنتج على اساس جذب الاستثمارات الخارجية؟ الاستثمار في الاردن في الحقيقة الآن هو يمر في مرحلة، خلنا إن شاء الله إنها مرحلة ليست بالصعبة، وفي ظل وجود سيدي جلالة الملك عبد الله حفظه الله ولي عهده الأمين، بإذن الله نحن على انطلاق أكيد تحت مظلتهم بإذن الله إن شاء الله. الاستثمار في الأردن هناك رؤوس أموال، هناك أشخاص فعلا لا أعتقد أنه هو لديه المكان الآخر. الأردن كاستثمار أنا رأيت فيه ميزات فعلا كأي دولة أخرى ما لم أجدها ما شاء الله. ما حنكون إحنا طبعا أحسن من الغير، في احسن منه، في طبعا نحن أكيد احسن من غيرنا أكيد. لكن كأردن انا اقول والله الاستثمار فيها جيد جدا. نعم. مجمل يعني خلينا نحط عليه تقديرا، تقدير ما حنقول والله احنا الاردن رقم واحد في العالم، لكن نحن ممتازين جيدين، لدينا الفرص، في فرص في سوق العمل. اذا انت كشاب كمستثمر whatever انت مين، لكنك اردني وفي الاردن موجود وحاب تستثمر حتلقى الفراغ والمكان اللي يناسبك. لكن انت هم في 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 الطلوع والبحث عن العمل والفرص العمل اللي انت تبحث عنها راح تلقى فرص كثيرة. في عندنا استثمارات سواء كان في العقار، سواء كان في التجارة، قطاع التجارة، قطاع الزراعي، القطاع الصناعي، وين ما تتوجه ولله الحمد فيه. ما أخفيك أمرا أنا يعني ما عندي فقط بزنس معين، والله أنا الآن أشتغل في مجال العقارات والإسكانات. نعم. وجدته رائع ما شاء الله. نعم. وتوجهت اتجاه آخر في الصناعة، وعلى صدد انه نبدا الان في انشاء مصنع مواد الى الامام ان شاء الله. ان شاء الله وجدته ايضا رائع، بالعكس وجد دعم ماشي. وما اخفيك امرا حكومتنا لديها الدعم. نعم فعلا في دعم من وزارة العمل،
ومن قطاعات أخرى، لكن أنت ابدأ، أنت قول بسم الله وابدأ. فمجملا نحن يعني كاستثمار في الأردن جيد جدا، ممتاز، رائع، فعلا الفرص متاحة في معظم مناطق المملكة. أنا ما أتكلم فقط على الزرقاء، إحنا كمان عندنا استثمارات في عمان، الزرقاء، محافظة المفرق، ما شاء الله، هذه كلها لله الحمد. جميل. اتوجهنا لها ولقينا فيها الخير. على مبدأ ارفع راسك، أنت أردني، من خطى جلالة سيدنا الملك المفدى عبد الله بن الحسين الثاني. طيب. ما هي كلماتك أو توجيهاتك لهذا التعبير سيد مهندس؟ بداية، جلالة الملك حفظه الله، ما أخفيك أمرا، أنا لم أتقابل معه شخصيا. نعم. وأتمنى أني أتشرف فقط بالسلام عليه واللقاء معه. نعم. ليقول له كلمة، أنت فخر لنا. أكيد أكيد. وهو الداعم الأول، ورغم أني لم ألتقي معه لكن لقيت الدعم موجود من كل مكان، الحمد لله، وتحت مظلته، تحت اسمه. فعلا جلالة الملك نتشرف بمظلتك وأن نبقى تحت ظلك، وكل الدعم وكل كل ما وجدناه. فلن نكون نحن كأردنيين لن نكون قد أوفينا لك بكلمة أو بفعل واحد من ما وجدناه منه. شكرا، وهذه كلمة قليلة جدا بحق هذا الملك، الملك عبد الله بن الحسين الثاني حفظه الله ورعاه، وكل الأسرة المالكة، شكرا لهم لدعمهم لشباب الأردن ولكل قطاعات الحكومية والخاصة. أنا وجدت دعم خفي ودعم واضح، والله وجدت كمان الخفاء أكثر من الظهور. يعني جلالة الملك حفظه الله لم أجد أنه والله وين في عمل يقوم به، لا، ولازم أنه يكون على الملأ. لقيت أنه الأمور حتى الخفية كثيرة، وما عندي أكثر من أن أقول حفظه الله ورعاه لنا فخرا وذخرا للأردن الغالي. قطاع الاستثمار فعلا مدعوم بكل ما بكل قوة من جلالة الملك ومن معاونيه ومساعديه. باشمهندس وديع، استكمالا لمشروع مجمع مكة بلازا، ما هي المميزات في هذا المشروع؟ المجمع، مجمع مكة، هو مجمع تجاري، محلات تجارية أرضية. نعم. طوابق، أربع أو خمس طوابق علوية. المجمع فيه المكاتب الإدارية والمحال التجارية. طبعا في بعض التفاصيل الدقيقة راح أذكرها بطريقة سريعة. المجمع كان عبارة عن الطابق الأرضي كله محلات تجارية فقط، وكان في محلات داخلية. عملنا تعديل، طبعا ديزاين جديد على الديزاين المعماري على الأماكن، تقريبا كانت 12 محل. أنا الجهات الخلفية للمحلات ألغيتها وضميتها مع الأمامية. هذه إحدى الأمور الصيانة والترميم اللي عملتها خلال السنة اللي راحت. جميل. فترة الصيانة كانت سنة كاملة بالمناسبة، لأنه كان هذا المبنى لديه يعني حتى صور خلفية سابقة، ما حتصدق أنه هذا اللي كان. جميل. ترميم بكامل المبنى، المكاتب كان في أعداد وزدنا مكاتب، وسعنا في مساحات، قللنا في مساحات. جميل. الجهات الأمامية طبعا خليناها تكون غير الجهات الخلفية، ميزناها مثلا بحسب نوع المستثمر. على ضوء ذلك
الآن ولله الحمد إحنا المبنى كامل مؤجر الحمد لله. طبعا قبل التعديل كان في بعض الصعوبات، كان في بعض الملاحظات بجهود طبعا من بعض الدوائر الحكومية ومحافظة الزرقاء، الحمد لله يعني حلينا كثير من المشاكل في هذا المجمع لحد ما وصلنا إلى أفضل صورة اللي نحن الآن فيها. المجمع عبارة عن مكاتب إدارية موجودة في كل طابق، موجود فيها 10 مكاتب أعتقد، إلى في بعضها 8 وفي بعضها 6. كان في فكرة أيضا استثمار الطابق العلوي، برغم أنه الآن مساحة فارغة، لكن يعني مثلا كنادي صحي رياضي نسائي أو رجالي، أو يعني نشوف ما هي الثغرة أو المساحة اللي ممكن نحن نستفيد منها كاستثمار. الطابق الأرضي كذلك لديه فرصة كبيرة لأي مستثمر الآن، وأعتقد أنه يعني حتى إحنا على صدد أنه ننتهي منه جاهز. في حاجة أنا ما ذكرتها مهمة جدا، أنه هذا المجمع تم عرض عليه الشراء من وزارة الأوقاف كفرع لهم جديد لصندوق الحج، وإحنا لازلنا في المفاوضات بالتوفيق إن شاء الله. نعم، ما زلنا ممكن أنهم يعني يكون له، لأنه هم فرعهم الأساسي في عمان. نعم. وبرضو هذا صندوق الحج بالمناسبة، صندوق الحج هو صندوق استثماري، فمن أكيد. ضمن أكيد. شغلهم أنهم يكونوا كمان يأخذوا زي هيك أماكن استثمارية لتحريك العمل ولا لا. بس مهندس وديع، من خلال اطروحاتنا ولقائنا معك انه عندك طموح، فما هي طموحاتك ان شاء الله او رؤية مستقبلية لهذا المشروع وهذا الاسكان؟ اجمالا المكان كخاصة في الزرقاء الجديدة وشارع مكة اللي هو شارع 36 يذكر الان، استثماره قوي، وطبعا وإحنا في توسع كمحافظة زرقاء في توسع. نعم. على الصعيد الخاص في هذا المجمع ولله الحمد إحنا انتهينا، ما ظل يعني ما نعم. فيه جميل. ما في الآن أي شيء نذكره جديد. أكيد. المجمع تم عمل صيانة كاملة له وتم تأجيره بالكامل، ويمكن ظل كم محل أرضي، ويعني ولله الحمد يوميا بيجي مستثمرين وبيعرضوا إيش اللي عندهم. طبعا الشارع شارع تجاري، ما أعرف إذا أنتم اطلعتوا عليه. أكيد. نعم نعم نعم. والجهة الجديدة الآن اللي هي الزرقاء من الجهة البتراوي هذه كلها طبعا الآن أنشئت شوارع مماثلة لهذا الشارع، وفي فرص نفس هذا المجمع، في فرص أقوى يمكن حتى مثل هذا المجمع مكة بلازا أو المجمعات التجارية عامة. شارع تجاري يحتاج طبعا إلى محلات تجارية، مكاتب إدارية، قطاعات مختلفة، أنت شايف المطاعم وشايف حتى العيادات أكيد. وشايف أكيد. المكاتب المحاماة وكاتب أو العيادة، حتى في الطوابق اللي الآن صاروا ينشئوا اللي هو مراكز التعليم، ولا يعني مختلف المجالات ولله الحمد. كل التوفيق باش مهندس، كلمة من القلب إلى القلب للشباب المقبلين على العمل أو اللي على مقاعد الدراسة وبدهم يتجهوا لسوق العمل، من حضرتك تفضل. الشباب أنت عارف هم عصب المجتمع، وهم من علينا دعمهم. نعم. إحنا بندعمهم معنوياً أكيد، وإحنا معهم قلباً وقالباً لا شك. من كل شاب أنا فعلاً أوجه لهم الكلام، لا تجعل اليأس هو المحطة أو المرحلة الأولى في حياتك. المفروض البداية تكون دائما ببسم الله الرحمن الرحيم والتوكل على الله والعمل على ذلك. كل من يتوقع
سواء شاب الآن على مطلع حياته، سواء شاب قاعد يدرس وهو قاعد يدرس قاعد يقول أنا لما أطلع إيش، لما أتخرج إيش راح أشتغل. وكل من عمل على هذه الدائرة، خلينا أخص فقط بس الشباب اللي المقبلين على العمل. فعلا سوق العمل الأردني سوق ناجح، ولا تتردد في أن تقف وتخطي الخطوة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، واكتساب الخبرات واكتساب يعني الخبرات اللازمة. أكيد. وأنت الآن يعني في دراستك، وأنت الآن موجود في دراستك، ابدأ طل من حولك، شوف مين اللي موجود فيه فرصة، لا تتردد عنها. الخبرة ضرورية جدا. احنا الأردنيين متميزين بالعقول الذكية وبالهمة، وما عندنا الحمد لله المجتمع الكسول، ولا عندنا حتى الشاب المتقاعس أو الذي لا يحب العمل. الحمد لله في عندنا كفاءات وعندنا شباب، والله إنهم مجاهدين، والله في عندنا شباب إنهم أنا متأكد لو طلعوا من الأردن وراحوا اتجهوا على أي مكان في العالم، هذا راح يكون قدوة يمكن لمجتمع كامل. أكيد. الشاب الأردني شاب طموح دائما، يفكر في الاستمرار، لا ينظر للخلف. أكيد. وأنا هذا ما أتمناه منهم الشباب المقبلين على العمل. لا نقول يوم من الأيام والله إحنا ما في شغل. كيف ما في شغل؟ أكيد. أنا واحد من الناس في يوم من الأيام كنت أشتغل، والله كنت أصلح بيدي، أشتغل بيدي. أكيد ما شاء الله. والله وإني كنت أشتغل كمان مع العمال، وما كنت أقول لا هاي أنا مش من مستواي، هاي بقدرش عليها، هاي ما في شيء ما بنعرفه. أنت تعود دائما على الهمة، إن عجزت فأنت لك شرف المحاولة. أكيد. وإن والله نجحت فأنت لك كمان التتويج مرتين. ما شاء الله. أحييك يا بشمهندس على هذه الأفكار النيرة. بشمهندس كما تعلم أن الأردن زي ما بيقولوا أنه غابة وسط حريقة، أو اللي حوالينا ما شاء الله، يعني الله ينعم، الله يديم نعمة الأمن والأمان على الأردن. زي ما بيقولوا غابة وسط حريقة، فما رأيك في هذه المقولة؟ والله يا أخي العزيز، الأردن أنا ما أخاف عليها نهائياً، حتى اللي صار يعني من كم أنا كنت خارج حتى المملكة، والله شفتها في الأخبار، والله إني ما تأثرت 1%. أنا أعرف من يقف خلف الأردن، وأعرف من هم الأردنيين، أعرف من هو الملك عبد الله، الحمد لله حفظ الله، أنا أعرف من خلفه، من معه، فعندي ثقة كاملة بأن الأردن لو كانت بوسط حريق، لو كانت في أي زاوية، مخارجها كثيرة. وأنا متأكد الأردن حاليا وفي الآن في هذه الظروف هي لم تستخدم يمكن 10% من قوتها، قوتها الذهنية، قوتها الجسدية، قوتها حتى البدنية والمالية، في المادية، في أي شيء. الأردن أنا متأكد أقوى من ذلك بكثير، ولا 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 نقف احنا في زاوية او نقف في مكان ونقول والله احنا هنا وهنا وقفنا او مكتوفين الايدي. لا، الاردن اقوى بذلك بكثير، وانا اعرف من الاردن، وانا اعرف ولي الشرف اني اردني، وانا اقول لك يعني من في الاردن هو في امن وامان. وهذه طبعا مقولة وجدتها خارج الأردن بكثير، فما بالك وانت في داخل الأردن. أكيد بشمهندس. مهندس وديع خالد الخمايسي، لحتى وصلت لهذا المكان أو لهذا المقام زي ما بيقولوا، أكيد في ناس ساندك وناس شجعك للوصول إلى هذه المكان، منوجه لهم تحية ورسالة شكر من خلالك. والله إذا في أحد شجعني وفي أحد صابر وصبر عليه، هو في البداية دعاوي والدي حفظهم الله.
سواء كان من الوالد أو الوالدة، هم الداعم المعنوي والمادي والاجتماعي، حفظهم الله. كل الشكر والاحترام لهم، وكل الشكر والاحترام لزوجتي وأبنائي اللي صراحة صابرين على على وديع خارج المنزل. ما شاء الله. وهذه هذه مشكلة بالنسبة لهم، إنه أنت البيت مع الأسف إحنا نحن شباب، يعني معلش إحنا شباب، وهذه رسالة لكل من يعنيني. أنا ما زلت شاب ولله الحمد الصحة موجودة، إن ما عملت الآن متى حعمل؟ أكيد صدقا البيت ما حنقول فندق لأنه هذا إساءة لحق البيت، لكن البيت أنا ما أشوفه إلا وقت النوم، تنام تصحى عمل. أكيد. على مدار يمكن لو في حتى نلغي النوم، ما هاي كانت أكيد ما شاء الله كانت هذه مشكلة. فشكرا لهم، لكل الشكر والاحترام لأهل بيتي ولوالدي ولإخواني. أخي أنا لدي إخوان أيضا هم ذراع اليمين وفعلا سند في هذا المكان. أكيد. وهم من يعتمد عليهم في الأردن. ما أخفيك أمرا، أنا الآن على مفترق طرق أن ننهي هذا الصراع النفسي والاجتماعي، لأنه حان الوقت أن نبدأ في الأردن وأقف مع أخواني وأهلي وأهل بيتي. صراحة أحبائي كثار، وهم فعلا من ما وصلت إليه. أنا ما أقدر أقول أني أنا فعلت وأنا سويت، أنا بدونهم لم أكن. احنا بنضم صوتنا لصوتك باش مهندس، ونشكرهم عبر صورتك وعبر هذه الشاشة إن شاء الله. في نهاية هذه اللقاء أعزائي المشاهدين، لا يسعنا إلا أن نشكر ونتوجه بجزيل الشكر للمهندس وديع خالد الخمايسة من مجمع مكة بلازا الكائن في الزرقاء الجديدة شارع مكة. نورنا باش مهندس، وأهلا وسهلا. أشكركم وشكرا لتحت الفرصة، وأتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله أردن لا يخاف عليه، وأردن في عمل ومستمر في عمله وعطائه. وما أقدر أنا أقول إنه إحنا في أزمة، إحنا في نعمة وفضل من الله تعالى. أكيد أكيد. وأشكركم لتحت هذه الفرصة مرة أخرى، وكل التوفيق إن شاء الله.